بغية الانتصار ضد التمدد الإيراني في اليمن وكبح ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران وتأسيس مرحلة جديدة مع تحالف دعم الشرعية، جاء اتفاق الرياض ليجمع الصف اليمني ويوحد اليمن تحت مؤسسة دستورية لحفظ استقرار وأمن وسلامة أراضيها. السعودية الوسيط الرئيس للاتفاق توازيها الإمارات وكافة دول التحالف نجحت في إبرام اتفاق الرياض ليصبح خارطة طريق حديثة تسير عليها الأطراف اليمنية. اتفاق الرياض جمع بين الموازنة السياسية والعسكرية والاقتصادية وفق بنود واضحة، جاء من أبرزها تشكيل حكومة سياسية لا تزيد عن 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من توقيع الاتفاق، تعيين محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من التوقيع، تعيين محافظين لأبين وضالة خلال 30 يوما، وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف، إيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد، عودة جميع القوات من محافظات عدن وأبين إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها خلال 15 يوما، نقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما إلى معسكرات داخل عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية، نقل القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجية تحددها قيادة التحالف خلال 30 يوما، إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يوما من تاريخ توقيع اتفاق الرياض. لمجمل القول، حياة الغامدي، الرياض.